صباح الخير، كيف حالكم حبايبي؟ تاني اشتقت لكم كتير. اليوم اللي هو الاثنين، تاريخ 19 من تشرين الأول لعام 2020. اليوم بحصة العربي حبايبي بدي أذكركم أنه المرة الماضية شرحنا أقسام الكلمة، وحكينا أنه الكلمة يا إما بتكون اسم أو فعل أو حرف، وشرحنا إيش المقصود بكل منهم، وعملنا تدريب على الدفتر اللي هو تصنيف الكلمات لاسم وفعل وحرف حسب نوع الكلمة. وبشكركم كتير لأنكم كلكم تقريبا عملتوا الواجب وبعتوا لي إياه، وكان كل الحل صح، برافو. اليوم رح نشرح أكثر عن هذا الموضوع. حكينا الاسم هو أسماء الأشياء من حولنا، واليوم رح نحكي أكثر عن الفعل، أنواع الأفعال. الفعل بذكركم هو كل لفظ يدل على حدوث عمل في وقت معين، يعني عمل أنا بقوم فيه، عمل أنا بقوم فيه. هلا الأفعال في عنا أكثر من نوع للأفعال. هلا في أشياء أو أعمال أو أفعال أنا بعملها وبتكون انتهت، خلصتها. يعني أنا بعد ما أكمل حبايبي دراسة بحكي درست، يعني درست وكملت أنهيت. شرب الولد الحليب، شرب وأنهى أكمل، يعني الفعل قام فيه وانتهى، صار في الماضي، صار خلص ماضي. ذهب أبي إلى السوق، ذهب وخلص، راح ورجع، يعني صار إشي ماضي. فهاي الأفعال ماما اللي بنقوم فيها وبتكون انتهت خلاص بنسميها فعل ماض بتنوين الكسر، فعل ماض. ما المقصود بالفعل الماضي؟ هو عمل قمنا به وانتهى. الفعل الماضي، الفعل الماضي، طبعا لما اكتبها مع ال التعريف تيجي الماضي، بس لما اكتب فعل ماض لما بدي اعرف عنه بكتبها بتنوين الكسر. الفعل الماضي حبايبي هو عمل قمنا به، وايش اهم نقطة؟ انه انتهى، وانتهى يعني مش لساتني عم بعمل فيه، لا انتهى. حركته، يعني الحركة اللي بحطها على نهاية الفعل الماضي دائما او غالبا في حالات استثنائية، حركته دائما الفتحة. رح اعطيكم مثال عشان اوضح اكتر. مثال، انا صحيت الصبح حكت لي الماما عليك دروس درستهم وعملت كل واجباتي وكملت انهيت. فكلمة درس او اذا بنت درست، درست، هاي بسميها فعل ماضي. كذلك الامر بالنسبة لكلمة كتب، نام، شرب، اكل، لعب، سبح، دخل، هاي كلها بنسميها ماما افعال ماضي، يعني عملتها وانتهت. فهذا هو المقصود بالفعل الماضي، هو عمل قمنا به وانتهى. هلا في نوع ثاني للافعال اللي هو انا لسه عم بعملها، ما انتهيت منها، ما كملتها، مثل كلمه يكتب، تكتب، تشرب، نلعب، لساتنا عم نقوم بالفعل ما انهينا، نلعب مثلا. هذا الفعل حبايبي بنسميه فعل مضارع. مضارع، ما معنى فعل مضارع؟ هلا هون حكينا عن الفعل الماضي. فعل مضارع هو عمل مستمر لم ينتهي بعد، هو عمل، سوري، عمل مستمر لم ينتهي بعد. ايش يعني لم ينتهي بعد؟ يعني لساته ما خلص، لساتني ما كملته. هلا الحركة تبعت الفعل المضارع تكون حبايبي حركته الضمة، الضمة،
تمام. أعطيكم مثال عشان نفهم أكثر. مثال مثلا هون حكيت لكم الفعل الماضي درس. إيش الفعل المضارع لكلمة درس؟ يدرس، يدرس، يدرس. لاحظوا أنا حطيت الحركة اللي هي الضمة، الضمة لأنه فعل مضارع. هلا في شغلة مهمة ماما بدي أحكي لكم إياها عن الفعل المضارع، إنه غالبا بيبدأ بأربع أحرف، يا إما بيبدأ يبدأ، هاي ملاحظة كثير مهمة، يبدأ الفعل المضارع يا إما بيا زي كلمة يدرس، أو تا إذا للمؤنث إذا لبنت زي كلمة تدرس، أو إذا بحكي عن مجموعة يعني أنا وأصدقائي أو أنا وإخواتي ندرس، أو إذا بحكي عن حالي أنا كشخص باجي بحكي أدرس، أنا أدرس. تمام؟ سوري هون لازم حطيت آه. إذن الفعل المضارع يا إما بيبدأ بيا أو تا أو نا، ندرس أو أدرس. نأخذ مثال تاني مثلا غير يدرس، مثلا كتب ماضي، المضارع يا إما بصير يكتب، تكتب، نكتب، أكتب، أنا. وحركته مثل ما حكيت لكم الضمة، الضمة بتيجي على آخر الحرف. هلا آخر فعل حبايبي رح أشرح لكم عنه بنسميه فعل أمر. هلا من اسمه أمر يعني حدا بأمرني أو بطلب مني إني أنا أعمل إشي. يعني أنا بتكلم مع شخص بأمر أنا المتكلم إنه القيام بعمل معين، القيام بعمل معين. فعل الأمر تمام هو فعل يأمر به المتكلم القيام بعمل معين. يأمر به المتكلم القيام بعمل معين. كيف يعني يا مزدانة؟ يعني لما الماما أو المس تطلب مني أن أعمل شغلة، أكتب، أدرس، اذهب إلى النوم، اذهب، هاي أنا بصيغة أمر، يعني لازم أنت ترد علي، أنا بأمرك. وغالبا فعل الأمر ببلش ب أ أ بس بدون همزة، أدرس، وحركته دايما السكون، حركته السكون. تمام؟ حركته السكون، حركته السكون. كيف يعني؟ يعني درس ماض، يدرس مضارع، أدرس مثال، أدرس حركة السكون والألف بدون همزة تبعت فعل الأمر، أدرس، أكتب، اذهب إلى النوم. تمام؟ هلا مو شرط يبلش بألف، في يعني قاعدة أو في بسموها شواذ لكل قاعدة، يعني مثلا كلمة كل، نم، يعني اذهب إلى النوم، نم، فهاي بتكون بدون ألف بس هي بنفس الوقت فعل أمر. فأنا من سياق الكلمة لازم أعرف إيش نوع الفعل. إذا حدا بطلب مني القيام بالفعل معناته بأمرني، معناته أمر. تمام؟ إذن الأفعال ثلاثة أنواع، ماض ومضارع وأمر. ماض قمنا به وانتهى، حركته الفتحة. مضارع مستمر لم ينتهي بعد، حركته الضمة. والأمر إنه حدا بأمرني أنا القيام بعمل معين، حركته السكون. درس يدرس، أدرس. كتب يكتب، أكتب. وهاي هي حبايبي أنواع الأفعال، أنا حبيت اليوم أني أشرح لكم إياها. بكرة إن شاء الله رح نعمل تمرين برضو على الجدول تصنيف لأنواع الأفعال. ويعطيكم ألف عافية، واللي عنده أي مشكلة أو أي سؤال يسألني يبعث لي مسج، ما في مشكلة. وبتمنى أنه إذا ما فهمتوا الفيديو من أول مرة تحضروا أكثر من مرة مشان تفهموا الأفعال. وشكراً.